إن شخصيات هذا العمل هي محض خيال بحت ولا تمت للواقع بأي صلة. بس الشباب ومثل المشايفين غرقوا بالنوم وبحروا كتير بأفكارهم. ولما قالت لي كيف أضربها، يا أنوار يا أنوار يا أنوار، وقالت لي اسحب الدواء بالإبرة وأعطيها إياه لأنه السكر ارتفع معها. لك أنوار، العمى بأيدك العمى، حاجة تجاهبنا لحي الصلاة. أنا ما توقعت هيك شيء، وقلت لحالي عادية، بس تفاجأت باللي صار، وأنا ما قصدي أقتلها، والله ما قصدي أقتلها. لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. قطعت لي قلبي لك يا ابني. عن جد يا أبي؟ عن جد لك ما عن جد يا كلب يا ابن الكلب، قتلت لي مرت لي انا وياها عشرة عمر، بدي العن ابوك كلب. لحظة 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 لحظة، انت وياه وافق لك وافق. اسمع يا مو انت اللي لازم تربيه، نحن بنعرف شغلنا معه لهالولد العاقل. اجل ونحن يا ابتاه سوف نعلمك اساليب التربية الحديثة. تعال هون تعال هون. ولك أنا شو دخلني إذا كان ابني اللي غلط؟ ابنك اللي غلط، يا ترى هذا ابنك اللزم ولا ابنك من بعيد لبعيد؟ شو رأيك؟ أنت اللي غلطت كمان، لك وعامل لي فيها شيخ ورجل دين. يا آنسة ضحى، يا ضحى. تفضل شيخنا، هيدول لاقوهن بغرفتك من بركاتك. وعامل فيا شيخ مو علقنا علقة قوية. فكر اخوي حمام مطلع. لك شو بك عم تدفشي صفاء؟ هون سيرفي، تفضلي تفضلي. لا ما بصير، تفضل تعطيني عليك. ايه علينا ليديز فيرست، تفضلي يا سيدات اولا. عن جد ميرسي. لا لك شو عم تساوي انت ويا هون ولك؟ لك شو عم تساوي هون ولك؟ سيدي عفوا سيدي، بس شوف لك خليني اظبط لك سوالفك سيدي. ايه عفوا تفضل. نعيمة سيدي. الله ينعم عليك. نعيمة سيدي. الله لا ينعم عليك. الله لا ينعم عليك. جي هون لك حيوان ولك. ما في بدي. لك هلا خلينا بالشغل ولك. عفوا ما عرفتونا على الأخ. عفوا سيدي، شو قصتك؟ شو صاير لك؟ شو؟ الظاهر الحب مأثر عليك سيدي. الحب البرتقالي. الحب ما تعرف الشاعر شو يقول. شو يقول سيدي؟ عيون العذارة يوم الطيارة زبونتي شاع على أحمد من عيون الكرم القالية السفاري. أيه الذيب يا عوي يا عمي يا عمي. حلوة يا سيدي حلوة. لك ما عرفتونا على الأخ ولك. عفوا أنا الرائد همام من مكتب التحقيقات الخاص. مين حضرته؟ سيدي سيدي احكي لك سيدي، هذا سيدي هذا المتهم عادل سيدي، بس بعد التعديلات. ايه سيدي بعد التعديلات. لك شو هاد انت وياه ولك؟ لك شو عاملين بدكم تبهدلونا قدام العالم ولك؟ يا سيدي هذا عادل المتهم، هذا متنكر تنكر، هي الدقن مو طبيعيه، هو حاطها متنكر فيها. يعني هلا الشيخ عادل هو اللي قتل مرته؟ لحظة 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 إذا بتريدي يعني عفوا يا زملاء شو الغاية من إنه يتنكر؟ سيدي تنكر بهيئة شيخ مشان الناس هيك تبعد عنه الشبهات، لكن سيدي ارتكب فعلته النكراء تحت صفة شيخ وهو عار عليه إنه يكون شيخ. نعم سيدي، وأنت صادقة يا صفاء، مو هذا الشيخ اللي قتل المرأة، هذا السيد أنور شرشبيل هو اللي قتله بالغلط. الله الله الكاتل ان شاء الله الكاتل الكاتل سيدي الكاتل سيدي اسمحوا لي. برافو برافو تصفيق حار. سيدي سيادة الرائد همام اسمح لي بهالمناسبة السعيدة نعم تفضل اني لكم قصيدة. مسموح لك تعمل كل شيء اليوم. لا قصيدة سيدي، قصيدة حيوان، قصيدة للجعش، قصيدة للجعش لعما ضربك ضرب. هات الميكروفون ولا حيوان ومكنف لك يا اخي قصيده. غمستك كقوس قزح واطعمته للبقره الحلوب ولسقت الطينه بالحيط احببتك. نعم ايش شو قصتك انت؟ كل مره بتجي بتكون عاكل لي قتله شكل. يا أستاذ صفاء المشكلة إنه رحت يعني قاعد أنا والخطيبة وحبينا نتغازل شوي، بتعرفيني أنا وقت بتغازل يعني بطلع من تمي درر ذهب. طبعا وكتبت لها قصيدة هيك من صمصيم قلبي وقريت لها إياها أو أنا قريت لها إياها يا صفاء، وتقولي زلزال تقولي صار كارثة هزة أرضية، شلحت الكندرة بلشت فيني قتل وشلفت الخاتم خلتني وفسخت الخطبة. قولي أكيد أكيد القصيدة مو حلوة. لا بالعكس، هيك كلها هيك شعور وأحاسيس ومشاعر وهي. بتحبي أقرأ لك القصيدة؟ لا الله يخليك يا صفاء، بس خليني أقول لك كم مقطع وإذا يعني أنت شوفي واحكمي لحالك إنه بستاهل هي القتلة ولا لا. هات لشوف. اسمعي اسمعي هيك بكل إحساس وخدود. عفص الغزاة بقلبي فسال منه الدمع. نعم. وش أمطار. نعم. شرح المفردات وش هي يعني صوت المطر. تكسر الفؤاد حتى صار من هواك طبش فخارة. فخارة صفة ونعت يعني كان أقول صفته هناك يعني. فإن كان لك في الغرام محبة الله فإني مستعد. الله طاخ 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 مثل روميو انتحارا. الله 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 لسه وظيفة بيتية تكتب القصيدة 20 مرة جزائرية. فيا أيتها الخيول السوداء عامل لي روميو وجولييت. الموضوع مو هيك يا معلم، والله أنت فهمان الموضوع. حيوان طبش وتكسرت الفخارة يا مولاي. لا مولاي الله اسمعي لك سكري لي تمك، ما بدي سنونك يبينوا. عم تفهمي ولك؟ حاضر 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 بس لا تعصب. شو بدي اعمل فيك يا؟ ولا شيء. شو اعمل فيك يا؟ ولا شيء ولا شيء. روحي على المطبخ اعملي لي كاسة متة على عيني شوي سكر على عيني ومي سخنة على عيني وتعالي لعيوني على المطبخ ولك. حاضر حاضر حاضر. ويقول العذارة خلال الرجوع على وزن الخسارة صارت تسير يا عمي. اسمع يا نادر، لزقتك في قلبي كلزقة كلسقة مثل وردة في خريف العمر، كطينة على الحيط في الحارة بعد أن أغلق بابها، وقد روميو أغمد خنجره في خاصرة من بعد ولادتي. جولييت الحزينة كدمعة تسري مثل طوق الياسمين، وصنعت لك طوقا لأجرك في شراييني لتسرين. شلون هذا؟ شو الشعر هذا يا صديقي؟ بجنن. اسمع عاد لك يلا. لزقتك في قلبي، لزقتك لزقة وردية حمراء. اي والله اي والله لألزقك بهالعصاية وخلي الشعر يعلم على الناس. شو صار بالاكل؟ رح توجع عليكم انتوا التنتين. تقبرني ابن عمي، عملت لك صحن رز رح تاكل اصابعك ورا. تقبرني ابن عمي ما بتاكل غير من ايدي. لا من ايدي، لا من ايدي، لا انا حبيبتي. ها شبكي من ايدي، ها من ايدي، ها لا تضربي منك لا انا من هون. هيك حبيبتي، شو مفكره حالك؟ شو مفكره حالك عم تقربي علي؟ اسمعي صوفيا خانم، انا اجيت قبلك وما بياكل غير من طبخي، وما بياكل غير من طبخي انا. خرسي ولاد ستي بوزة مثل ما سمعتي. خرسي انتي، انا من هون، لا من طبخي انا. لك بس انت وياها بس، لك حتى على الاكل بتخانقي انت وياها، لك حتى على الاكل. لك حسبي الله ونعم الوكيل عليكي، لك حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وهي شكارة فيكي وفيها. وهي كرمالك. هيك معكم معلوم. I'm not going to be able to do it. والله يا نادر ما حلو نطلع هيك قدام العالم. نادر لك ايش ما شوي عملوا خبطي لك يا عمي، هيك افضل نروح لانه بنخاف نروح لهونيك ينسرقوا اواعينا بالامانات. ينسرقوا اواعينا بالامانات؟ اخي والله ما بعرف، انا ماني حابب اروح كلها بلاها بلاها. لا لا مشان الله لا تفقس لي اياها، بعدين ما انك حابب تشوفني كيف عم شك شكة الطيارة والقنبلة؟ شكة الطيارة والقنبلة؟ من العرنك. انا حابب اشوف شكة الدوشكة، حاسس حالي رايح على جبهة وعلى حرب، لكن رايحين على مسبح نحن ولك نادر. اخي خلص تصفح رايح لحالي انا. لا خلص تعب، خلص تعب روح معك، بس بشرط واحد. شو هو؟ أنا ما بعرف أسبح، لا تغرقني. لا ما بغرقك، بعدين ليش مالك لابس النظارة؟ لك مو هيك. هيك. لك حريشك، أنت مضيع جحشة خالتك. هي مظبوطة. دقيقة. ما مسكر شلون بدي أحكي معك؟ شلون بدي أحكي معك؟ أيوه يلا. لك طول بالك. يلا اقتنعت اقتنعت. مساك يا أخي صباح. شو رأيك؟ بثيابنا هيك رايحين على المسبح. ما خليك هود مخرج سباحة هدول؟ إيه؟ لا ما شبه هيك. كأنه ما عم ترد علينا؟ يمكن زعلانة لأنه ما بدنا ناخذها معنا على المسبح. إيه بس أنا بقول السكوت على طويلة، يمكن هي بدها تطلع معنا كمان أو لا، والله ما بعرف شو صاير لها هي بدك نادر. لا دقيقة شوي، لك هي حاطة سماعات بأذنيها ما عم تسمعنا. تمام. يا عمير انت اذا نحن كل شعيرنا ما عم تسمعوا، رح تسمع التليفون؟ معقول احنا اغبياء لهالدرجه؟ دقيقه شوي يلا يلا. شو سويت؟ لك مشان تردي على التليفون. تليفون؟ ايه الو احترامي سيدي. حاضر حاضر سيدي، على عيني على عيني. مع السلامة. أكلنا محتلة؟ إيه لك لأنك مستهترة. بالله شو؟ لا ما بحتلني، شرف أنت وياه معي. لوين؟ شو لوين؟ على مسرح الجريمة، فهمت أنت وياه؟ تشاو. تشاو. أنا بحكي. هلا حتصير. دائما بحكي معهم. قال بدنا نروح على مسرح الجريمة. ايه لا حبيبي انا بدي اروح على المسبح. إيه؟ على المسبح، على مسبح الجريمة. مسبح اسمع كمل، انا نفس دولابي خليني ساعدني رح اتدرب. تمك من هناك منها. يلا روح. فينا نعرف شو اللي صار بالضبط؟ لك يا سيدي اجيت بايدي هدول، سابت له الرز، اجت شم ريحه حطت سماعات عليه هون. ايه لك مين عم يحكي؟ وحياتك ما حدا قتله غير طبخك اللي معته اللي ما بيتاكل. والله شو والله شو خلصنا بقى. بحلف لك على المصحف انه هي ليك القاتله، خدها لك خلص. وحياتك يا سيدي بحلف لك على كل الكتب السماويه انه ما حدا قتله غيرك. لك خلصنا بقى الامه منا كده. لك شو انا فاتح حضاني هون؟ سمعونا بقى. ايوه هذا الجثه ميت، يعني ميت من زمان وميت منيح، يعني من ورا الجلطتين هدول اللي عنده. لا بس احتمال انه يعيش. ها بس ممكن يرجع يموت. لك دكتور لسه خلصنا بقى، سكر لي هالزمون يرضى عليك. سيادة ال ايوه ابو رائد، سيادة الرائد هدول هذا انا اختلطت معي الامور، يعني من خلال يستر عرضك. الزبدة بعد اذنك الجثة لك الزبدة عم اقول لك اعطينا الزبدة. زبدة انه شو صاير معه هذا الميت دكتور الله يرضى عليك؟ ايه ما تسمم، ميت تسمم. ضحى ضحى داخلي هدول لك خلص يا عيني، لك خلص خلي هدول التنتين حقق معنا بشي زاروبة. يلا سيدي اذا ضلوا عم يتخانقوا ما رح اخذ منهم ولا كلمة، انا انصرعت. لك يا عيني انت صبية وبتفهمي عليهم، انا ما رح يطلع معي اللي بيطلع معك. خلص بقى خليهم خلصنا امشي معك. يلا ليش هيك مثل الحمام مع طعم؟ نعمها؟ مطوش اسفك اسفك سيادة الرائد. شلونك شلونك؟ تأخري؟ تأخير أسرع تأخير بكير لا تجي لبعد ما نكشف القاتل والتعفن الجل تروح مني. لك مو بس انت، لكن اخوي سوي كمان تاخروا لهلا ما وصلوا. شو ساوي انا؟ شو ساوي؟ وراي الناس يا اخي بعيد وراي بس عم يعبوا بنزين. عم يعبوا بنزين؟ ايه. يلا خذي العده تبعك وروحي على الجسر شوفي الشغل. حاضر. على السريع لشوف. لك هلكتني انت الثانيه. بعرف بدك تحكي على السي دي البطيء. يا الله ليش هيك كل ما بدنا نروح مشوار ننبسط فيه تتعركس معنا؟ لك يا نادر هيك القدر تبعنا يا اخي، هيك مكتوب لنا، ما بدنا نروح ما بدنا نروح. اساسا انت لك ثلثين الخاطئ. لا يا نادر، في شيء اهم من هذا الشيء كله، في شيء اسمه نداء العداله ينادينا ونحن لها. خلص يا عيني خلصنا بقى، يخرب بيتكم باخدكم على السجن. ها ليك القتل قدامك خدها. شو حبيبتي فشلتي بنص عينك قتل جوزي ولا فكرتيني مثلك يا شمقرين؟ بلش شو؟ لك خلص بقى عم سرقتونا صرع. لك خلصنا انت وياها. لك بس بدي افهم المرحوم شلون عم بتحملكم؟ اه شلون؟ ومينو انت يا بعتي؟ لا تكوني مفكره حالك بريجيت باردو. لا بين الشرشو حمر جحا لابو براس ابقى. لمين هذا الحكي؟ اللي انا لك راح سد لكم بوسكم. لك بس لك بس خلاص سناء سناء. دول ليش عم يتخانقوا؟ شو بعرفني صرعوني يا رجل، بلكي عم يتخانقوا من يدفن الجثه. لا يا سيدي انا بقول عم يتخانقوا على الورثه. بس صراحه شو دخلها؟ معقول تكون اختر من غير اب؟ يا سيدي لك لا تنشبك، لا تركز معي. اصعب وعمونا بالصريخ تبعهم. اخي شايفنا اليوم كأنه نسخة ثانية عني وعنك. ايه بس هدول النسخة الأصلية الأنثوية. ليك ليك أنت اللي بتمثل ليك، اللي على اليمين اللي على اليمين أنت بتمثل. ايه خلص لك أنت مثل اللي على اليسار. بس الزوج مين بده ياخذ دور الزوج؟ الزوج عيلة كل عمل ضربك، العمل تطلع يا 60 واحد. خلص خلص دول هيك. وبعدين مع هي القصة يعني بدنا نسرق شيء لما بدنا نسرق. لا مرتبين غرفتكم يا أندال. هذا الدولاب سباعة. أيوة حلو. يلا واحد روان يسبح ليش لا. أي نظارة سباعة مع أنف كمان. يمشي اما واحد يغرق. أجدد مغرب بعيد كمان يلزم ناح ويسار أحسن شيء ناخدهم ونروح المسبح ننبسط شوي، يعني أحسن ما يطلع مشوارنا على الفاضي والزيادة منبيعهم. ايوه شلون بدنا نطلع وما يشوفونا عناصر المخفر؟ ايوه مالي غير البسهم تحت ثيابي واطلع. علي انا. يا سلام يا سلام المهم هلا لازم نمثل وقائع الجريمة. اي صح، بنمثل وقائع الجريمة، بس ما بدنا بالأول يا سيد نادر نعرف شلون صارت الجريمة؟ أنا بساعدكم. أنت بدك تساعدنا؟ روح ساوي أول شيء شلون صارت الجريمة، بعدين تعال ساعدنا. ولا عجزت وبدك تتحجج فينا عيلم أفندي؟ شلون صارت الجريمة؟ هي الجريمة يعني جيب فاركون. ها فاركون هذا بحد ذاته ما بيعرف مين عمل الجريمة. مين فاركون؟ طيب خلص محلولة معناتها، 2 بيمثلوا دور الزوجات وواحد بيمثل دور الضحية. حلو، أنا الضحية. لا انتوا بتاخذوا الزوجات، ليش؟ لانه انا يعني من خلال خبرتي وتفكيري وكذا. لا انت ولا هو، انا الضحيه. ليش انت الضحيه؟ لا انتوا الزوجات، انتوا الزوجات. ليش احنا الزوجات؟ لانه انت سامر وانت نادر، يعني سامر ونادر صفيه وزكيه بيصيروا نفس الشيء، يعني ابقى انت وياه فزولي هيك وتمكيجولي وكذا مشان نفوت بالادوار ماشي الحال. يلا لك ليش لنفز ونتمكيج ونلبس؟ خلص بنمثل هيك. ايه صح بنمثل. هذا ما بصير. كيف بدكم تندمجوا وتفوتوا بالادوار ونحن نصدق هذا؟ ما بصير يا هذا. انت انا بمكيكشكم بلبسكم، اصلا انا ستايلست. ها حبيبي كنا بواحد صرنا باثنين. ها خيو هي انحلت. يلا خديهم وروحوا قدامي تمكجوا زبطوا حالكم. يلا والبسوا. يلا زميل سامر شرف انت. لا والله انت. لا تفضل. لا ما بصير. لا شرف. لا تفضل. لا شو هذا؟ صحيح مين فاركون؟ بس دقيقة ارتاحي، بس بدي احكي تليفون مع الماما. يما شلونك؟ كيفك ماما؟ شو اخبارك؟ يما شو بدي اقول لك ماما، الله يرضى عليكي، ما راح اقدر اجي على الغداء اليوم. بقول لك مانيش قادر يما، علامة ماما والله ماني قادر اجي على الغداء، الله يرضى عليك حبيبتي. يلا باي. لا خبيزة بيتزا. اوكي يلا ماشي حبيبتي. يلا باي ماما. يلا الله معك يما، مع السلامة. سلمي على الربعة على الاهل. باي. سلم عليك امي. الله يسلمك يا رب يسلمها. دقيقة شوي. تارا تا 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 مو على اساس تريدين تقرين تدرسين مشان تنجحين. عن جد انتي وحدة ما تستحين، بدي اخبر ابوك امك عمك واخوك. واو واو واو. ممكن اعرف شو عم تسمع؟ شو عم يساوي السماعات عندي هون بالمكتب؟ يعني رومانس عم تسمعي حضرتك؟ انا كنت عم بسمع غنية. ايوه غنية؟ غنية شو؟ بتعرف اني بحبك انت. عرفتها هي لسميرة، لا هيفا، لا نانسي، لا عجرم، لا عبد الحليم، عبد الوهاب، محمود. قسما بالله اذا بشوفك هون انت والسماعات عيونك لشيلها، عم تفهمي؟ حاضر. هدول ما بقى اشوفهم على المكتب. الو، أهلين. مين؟ أهلين أهلين أخي إبراهيم. مين إبراهيم عفوا؟ لا لا غلطان يا أخي غلطان. عم أقول لك غلطان. حاجة عمار. وهلا يهنيني ويسامحني. مرحبا مرت أخي، كيفك؟ وأنا مشتاقة لك كمان. اسمعيني حبيبتي، قلتي لي إنه هيك شو فجأة طلعن عندكم؟ إيه لقيت لك معلم غير شكل. لك إيه؟ خدي هالرقم 5. الو ايه عم بسمعك يا اخي. شو؟ نجار باطون؟ انا لك يا اخي انا مو نجار باطون. لا لا ماني بوطنجي. لك العم يسكر بوشي ليك. لك انت مين ولا لا حتى تسكر بوشي ولك؟ لك يخرب بيتك على بيته، لك لسه واحد مسلك بلدي او واحد بوطنجي وواحد مدري شو، لك انا رائد همام ولك انا بورجيكم. يا حريجه انت بتخبصي كل تخبيصه غير شكل، مو معقوله. طب وين عقلك بيكون؟ عرفتي شيء؟ بخصوص شو؟ بخصوص الاخوين شوقي، ما قالوا لك شيء؟ ما خبروا لك شيء؟ ايه صحيح نسيت. لا لا ما دقوا لي ابدا. ردي. الو يا سيدي، اسرع مكالمه بشوفها بحياتي. ترن ترن. الو اها سكر. لازم تدخل جنس هي المكالمه. يعني واحد مخربط. لك شو مخربط؟ شو داعي على بيته ولا حتى يخربط؟ قومي قومي بلا لا عيون وحكي فاضي. خلينا نشوف شغلنا هنيك. يلا يلا الو اهلين عم بسمعك. ايه شلون؟ مسلك بلالية؟ لك بدك رقم مخربطة مسلك البلالية؟ ايوه مين؟ صفاء اعطتك رقم مسلك بلالية؟ ايوه ايه ايه فهمت عليك. خلص خلص اختي ولا يهمك، لا تعتذري. الله معك. مع السلامة مع السلامة. صفاء اعطتها مشان البلاليح. شو علي يا صفاء؟ عم يطلع منك والله. انا بورجيكي انا بورجيكي. اخي انا هالشغله كلها ما عجبتني، انا هاي مغير اوعي. معقول هالمنظر لك يا دكتور؟ لك منظرنا شلط عليك. يسلم لي مع احلاكم. شو ودي على قطعتك بس دكتور. على معلق نادر. لك انا دكتور. طيب اوعى من فوق هالتندره وتنكسر رقبتي. على مهلا. شلون بيمشوا فيها؟ لك ايه معلش معلش طولوا بالكم شوي. كل واحد بيضحي كمان بيضحي مشان هذا مشان يعني مشان في سبيل العداله. ايوه والله شو في سبيل العداله؟ انت اول واحد عم تحكي لانه انت اول واحد هربت وقت بلش الصفع. اها خلاص يا عم عم تقول لي في سبيل العداله؟ شرف روح تمكياج وحط روج وحط حمراء والبوس مثلنا لاشوف. يلا روح. لا انتوا المحققين اهم مني، يعني بدكم تعرفوا شو الجريمه. طولوا بالكم. وهي قاعده. يلا روح انت وياه جيب لي صحن الرز على اساس انا على اساس هو ابو عدنان. عليم الله ابو عدنان بفصل منه 10 بضل شقفه صغيره بنعملها بمسحها. انا عرفت. هلا والله هذا مشفى التوليد. ايه الو صار لي شي سنة نايم. لك بس لذيذة النوم. افتح ريش هالعيلم طالع الخلطة منطق ابو عدنان. يا سيدي مثل ما بيقولوا تحت السواهي دواهي. شو هالعيلم هذا موهوب جدا يا رجل، موهوب بالتنكر بس طالع ريحته. يا رب كمل تقبل قلبي ابن عمي. دخلت عليك بالمايك. تعال تعال لا قلبي، تعال قلبي، تعال قلبي بدخيله بدخيلكم حبايبي. بشرب شرب حبيبي، اشرب شرب يا تكبشني صحة وهنا ومطرح ما يسلم لي ابن عمي. بدخيلك انا لك حليانين انتوا بتنتهي شو قصتكم ابن عمي؟ ما قلت لك تخفف لي شواربك لعمي شو. ودخيلك انا دخيلك. يلا وحدي يلا وحدي. ودخيله انا دخيله. لا لك شو لك انا بحلم ولا بعلم؟ انا بدي صعمي لابن عمي. صعمي قول ابن عمي. يلا قول ابن عمي. العصفور شو عصفور؟ تمه مثل العصفور بس بالاكل. لك والله هالمرة عن جد انتوا حلوين. لك شو صاير لكم انتوا التنتين؟ لك مشانك ابن عمي عيونك الحلوة ابن عمي. مبسوطينكم لك طريانين كمان. لك ابن عمي على قلبي. لك لا تتمايعي زيادة. ما عم بتمايع ابن عمي. ابن عمي شايف لي لبسي مش حلو؟ واو انا احلى يمكن بشوي. انا احلى. لك شو هاد؟ شو هاد ابن عمي؟ بس انا وزوجتي عنا طلب. شو؟ بدنا نخفف كرشك شوي. عيون ربك انت وياه لحاله بده. لا مرحبا سامر نادر عيلم. لك وين العالم؟ وين هدول؟ وين راحوا؟ لك مين انت؟ لك كيف تدخل على بيتي وتكشف على حريمي كيف؟ حاجة بقى حاجة تشط وتمط وتحط وتطول وتقصر عيونك بشيلها، اعرف مع مين عم تحكي؟ شبنا خلص هلا ما بدنا نمثل على سيادة الرائد، شبنا عيلم طول بعدها عيلم ما في داعي تعلي صوتك يا سيادة الرائد والله بيمسح فينا الأرض. لا بس يا حمي أنا رجالهم أهل حرمي طلعني لك لك بس خلص. رغم حتى تكونوا نسوان بالأصل أنتوا نسوان أنتوا حسد دوقة عين حسد. الله يريحني من شوفتك، ما بعرف امتى بدي ارتاح منك من منظرك. ان شاء الله ابن عمي تقبش قلبي. ليك شلون صدقوا انه عيلم هو ابو عدنان؟ لك فظيع مظبط الدور غير شكل يا سيدي. هلا رح يتفاجئ فيه بالاخير. يعني هيك ابن عمي خوفتنا عليك؟ والله العظيم نحن بدونك ما بنسوى شيء. لك الله يسامحك، تروح تتجوز علينا كمان هدول التنتين. لك مين انتو؟ لك انا صفية وانا زكية. لحظة، إذا أنت صفية وهي صفية، وأنت زكية وهي زكية، وينه عيلم؟ عيلم وينه؟ أول شيء سيدي بعرفك على حالي، أنا نادر وأنا سامر سيدي. شو ما عرفتنا سيدي؟ وينه عيلم وينه؟ عيلم هذا عيلم سيدي بس عامل متذكر وين ثواني؟ ايوان يا عم ضربت ضرب سيدي بنزعهم بالقلب. بص ولا كلمه. وين الجثه لكان؟